نقول واحد الكلمه وغادي نعاود نقولها. انا راه واخا عشت العاده في بلادي راه كنبغي بلادي وكنموت على بلادي، ولكن من حقك كمغربي انا نداوى، من حقك كمغربي انا نقرا، من حقك كمغربي انا نسكن، من حقي هاد ثلاثه الحوايج كاملين الا ما كانوش عندك في هاد الحياه راه ما عندك حتى شي حاجه. عندك السكن والصحه والتعليم، الا ما كانوش عندك الثلاثه ما عندك حتى شي حاجه، وانا هاد الثلاثه كاملين تحيدوا اليوم ما عنديش. هذه هي الحقيقه نقولها قدام المغرب كامل وقدام السلطات كامل، وكنقولها وكنعاود نقولها، هادشي كامل مشى ليا، وانا الصحه ديالك هي الاكثر دابا، حيتاش هادشي اللي كنحس به لا يعلم الا الله. انا هو داك الانسان اللي كتقلبوا عليه وما كتلقاوش هو انا، هذا هو انا، هو داك الانسان اللي دازوا عليه جميع المحن جميع الظروف الصعبه وما كتب لا ما صفر ما دار حتى شي حاجه، وعمرني غندير شي حاجه حتى نموت ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا الاسم ديالي ياسين، ولد عين السبع، حياتي كامله عشت في عين السبع في مدينه الدار البيضاء. كنت كنسكن في واحد الحي صافي، حي متواضع مع واحد الناس طيبون. عشنا في هذاك الحي واحد المده، المهم عشنا معاهم عادي، وصلت 2018 تم الهدم ديال ذاك الحي ديالنا. ملي تم الهدم ديال ذاك الحي ديالنا عشنا واحد المعاناه قاسيه جدا، يعني عشنا شويه في الزنقه وعشنا ظروف صعيبه. انا كنت كنقرا وبغيت انا نشد الباكالوريا ديالي ونزيد فوق الباك وندير شي حاجه انا في حياتي بحالي بحال الناس. المهم كنت كنقاوم رغم ذلك، ولكن من نهار تهدم لينا هذاك الحي ديالنا بدات واحد شويه المعاناه. يعني ملي كتلقى السكن بحال هكا كنت كتمشي للمدرسه صعيبه شويه باش تقرا وما كاين السكن، حيت خاصك واحد الاستقرار. المهم انا رغم هذاك الاستقرار اللي ما لقيتوش، من ريبوا لينا حق بعدا فوق حوايجنا ريبوا لينا، المهم ما لقيتش هذاك الاستقرار وكنت كنكمل قرايتي. مرضت شويه في الصحه ديالي، ملي مرضت في الصحه ديالي ما قديتش نكمل العام الدراسي اللي هو السيزيام، كنت نقرا في السيزيام في المدرسه درب العوام، راه ولاد عين السبع كاملين كيعرفوني. المهم مرضت قريت غير الدوره الاولى، الدوره الثانيه ما قريتهاش حيت ما قديتش، هذاك الشيء اللي كان كيوقع لي في الجسم ديالي صعيب. ما علينا، خرجت من القرايه وما حاملش انا نخرج ماشي لخاطري، ومن وراها درت باك ليبر. ملي درت باك ليبر بقيت كنحفظ بزز ومتبع معادل الجراوي في اليوتيوب، حقاش الظروف ديالي صعيبه ما عديتش باش غندير السوايع بحالي بحال الناس اللي عندهم، راه كيمشيو كيدوزوا السوايع وكيديروا، وكنت انا السوايع اللي دوزت من اليوتيوب. بقيت نتبع معادل الجراوي وكنكتب وكنحفظ معاه وداك الشيء، رغم انني مريض بزاف واخا ما كنتش كنراجع بزاف، المهم كنت كنقاوم. ما علينا، دزت في الراطراباج في الاستدراكيه. ملي دزت في الاستدراكيه ما صيفطوش لي الكونفوكاسيون ديالي، مشات ليا. اما بالنسبه للمرض، قبل ما نمرض دابا هادشي اللي غنقول لكم، كنت ديما كنمشي للسبيطارات وكنت كندير المخزن، كنت كندوي على راسي كنقول لهم انني مريض عالجوني وداك الشيء. ملي كنت للمخزن كيعطوك غير ادويه عاديه بحال دو لي براند وداك الشيء، ما كيتخصص لك الحاله ديالك ويقول لك شنو هو عندك. انا اليوم ما نكذبش عليكم اخوتي، ما بقيت كنقد ندير حتى شي حاجه، ما بقيتش كنقد نمشي في الطريق. ملي كناكل كتجيني الدوخه، ملي كنبغي نمشي في الطريق كتجيني الدوخه، ملي كنعس ما كنعسش بخير كتجيني الدوخه. واش يقولوا لي الرياضه والانشطه ما كنقدش نمارسهم كاملين، وحتى في العمل ما كنقدش نخدم. انا الامراض اللي عرفتهم مع الاطباء هو السياتيك في رجليا والعصب في المعده. اما هادشي اللي وقع عليا دابا في راسي هو اللي محيرني بزاف، كنحس براسي متجمد عليا من الداخل، ما بقيتش كنشوف مزيان، ودابا الدوخه كيف قلت لكم وكل شيء، كنحس بحال الغيبوبه وكيتزاد عليا الامر صعوبه بزاف اختي ما نكذبش عليك. واش هادشي بسبب المشاكل اللي كتعاني منها؟ لا، ماشي السبب المشاكل تما زادوا عليا، ولكن ماشي بسبب المشاكل. هادشي ما عرفتش انا اختي مناش ما نكذبش عليك، حقاش انا درت اللي عليا، مشيت عند الاطباء ديال المخزن وعرفت شي حوايج اللي عرفتهم بحال السياتيك والعصب في المعده. اما هادشي اللي وقع لي في راسي ما عرفتوش اختي، وانا دابا جاي غير بزز للمدينه، راه داكشي اللي حسيت به في الطريق راه لا يعلم الا الله، راه كنحس راسي بحال لا غنطيح غنغيب، كنجي وكندير في الاذكار باش ربي يعاونني على هادشي. ما نقدرش نخرجوكم من الدوار، فين وليتو كتعيشوا انت والعائله ديالك؟ انا والعائله ديالي بعدا ليا من الاول، ديك الشهور الاولين كيف قلت لكم في الزنقه كنا مصايبين واحد راك عارف ديك الايام ديال الدريان. من وراها كنا كرينا بزز في البرنوصي في واحد البلاصه ثلاث شهور، خارنا الكره، الوالده ما خداماش، الوالد تا هو بدا كيكبر في العمر ما خدامش، كانوا كيخدموا غير خدمه عشوائيه، ما كاينش خدمه رسميه في شركه وعندهم الاوراق وداك الشيء. انا كنت باغي نكمل قرايتي وباغي ندير بزاف ديال الحوايج، انا نقدر ندير بزاف ديال الحوايج لهاد البلاد، نقدر نخترع شحال من حاجه، نقدر ندير شحال من حاجه، وعندي بزاف ديال الحوايج اللي ما نقدرش نذكرهم هنا. المهم ما علينا، ولكن انا مشيت عند السلطات مشيت عند كلشي شرحت لهم الحاله ديالي
وما فهمتي ما عرفتش ما عاونوني ما داروا معايا حتى شي حاجه. انا اليوم كنوجه هذا الفيديو ديالي لجميع الناس، جميع المحسنين، جميع الجمعيات، جميع القلوب الرحيمه، كندوي مع المغاربه اللي داخل هنا وخارج هنا تام. الله يجازيهم بخير، يشوفوا هذا المقطع ويشوفوني بعين الانسانيه. انا واخا تشوفوني كندوي بحال هكا راني جاي غير بزز هنا وما قادش نجي هنايا. راه واحد النهار تقدروا تسمعوني شادت انا الفراش ولا الله يستر وقع عليا شي حاجه، راه كيتشلل عليا بعض المرات النصف ديال الجسم ديالي. هادي شي حاجه كتوقع ليا وما كنقدش نقاوم هادشي راسي، يعني خصني الطبيب، خصني فين الاستقرار، فين غادي نكون ما كاينش حتى الاستقرار، ما كاينش دابا. ماشي من حقك انك تتعالج وتقرا وتسكن. تماما اخويا، هادشي اللي بغيت نوصل لك. انا شوف نقول واحد الكلمه وغادي نعاود نقولها غنقولها. انا راه واخا عشت العاده في بلادي، راه كنبغي بلادي وكنموت على بلادي، ولكن من حقك كمغربي انا نداوى، من حقك كمغربي انا نقرا، من حقك كمغربي انا نسكن، من حقي. هاد ثلاثه الحوايج كاملين الا ما كانوش عندك في هذه الحياه راه ما عندك حتى شي حاجه. عندك السكن والصحه والتعليم، الا ما كانوش عندك الثلاثه ما عندك حتى شي حاجه. وانا هاد الثلاثه كاملين تحيدوا اليوم ما عنديش. هذه هي الحقيقه نقولها قدام المغرب كامل وقدام السلطات كامل، وكنقولها وكنعاود نقولها. هادشي كامل مشى ليا، وانا الصحه ديالك هي الاكثر دابا، حيتاش هادشي اللي كنعس به راه لا يعلمه الا الله. انا دابا ما عرفتش واش نقدر نوصل للدار ولا ما نقدرش نوصل، راه داكشي اللي كيوقع لي في الطريق راه بزاف. الرساله اللي نبغي نوجه هي دابا خصني نكون عند شي طبيب اختصاصي دغيا يشخص لي الحاله ديالو ونمشي للسبيطار حتى انا لوبيطال ونتعالج. هذه اول حاجه. عاد باش الحاجه الثانيه اللي باغي هي الاستقرار. الاستقرار محدد، انا مريض خصني نستقر في شي بلاصه. من غادي نبرا غادي نمشي نخدم على دراعي، انا ما كنمدش يدي فهمتوني، ما كنمدش يدي نبرا نمشي نخدم على والديا ومن بلي ما حتى شي حاجه عمرني غنتبلى واخا نعرف ما عرفت شنو يوقع ليا. انا هو داك الانسان اللي كتقلبوا عليه وما كتلقاوش هو انا. هذا انا هو داك الانسان اللي داز عليه جميع المحن جميع الظروف الصعبه وما تبلى ما صفر ما دار حتى شي حاجه وعمرني غندير شي حاجه حتى نموت ان شاء الله. وكاع ولاد عين السبع كيعرفوني وبلا ما نبين وجهي مزيان، حقاش جميع ديال المغاربه كيعرفوني، اللي كاين اللي غيعرفني من الملامح ديالي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.